في العمليات اللي عملتها أنت شخصيا ووقفت عليها، كم أقصى طول وصل إليه مراجع عندك؟ 16 سنتي. 16؟ 16 فخدين ساقين 16 سنتي، وعندي أيوة طبعا، وعندي فخدين طبعا، فخدين ساقين تمت على مرحلة واحدة، وكانت صعبة، صعبة جدا على المريض، وأخذت منه مراحل علاج طبيعي بشكل مكثف إلى سنتين ما بعد العملية، سنة بالجهاز سنة بدون الأجهزة. وبعد مريض يحيى طبيعي بطوله الجديد صحيح، بدون لكن أي مضاعفات. شخصيا ما أنصح فيها أبدا، كوننا هنا على الهواء ويعني يسمعونا السادة المشاهدين، ما أنصح بالعملية هذه أبدا. طبعا هذا كان حالة تقزم طول في حدود 134 جدا قصير، فكنا نبغى نوصله لل 150 بأي طريقة، لكن تعب، تعب بشكل كبير، كان مجهود كبير في العملية، ما بعد العملية في التأهيل تأخذ وقت.